للسنة الثالثة تقام صلاة التراويح بمدرسة الإمام السهيلي بسيدي يوسف بن علي. بالأمس صرخة فتاة زرعت الهلع في نفوس المصليات، تدافع الجميع للخروج، فكانت الخسائر كبيرة، وفاة سيدتين وجرح أخريات. كان سبب ديالها كان سبابير حشرات نزلت السيدة على رجليها، نضت تغوت تقول عقربة، نضوا الناس يشتف على شيء اللي هما الناس كبار ما قدروش أنهم يجريو يشتفوا عليهم الناس اللي هما صغار. وأدب هادشي الوفاة جوج الناس اللي هما الجيران ديالنا، تنتأسفوا لهم وتنطلبوا الله سبحانه وتعالى يرحمهم. إلى غرفة مقاومة الصدمات بمستشفى ابن طفيل نقلت 8 جريحات كن ضمن المتدافعات للخروج، فحينها اعتقدنا أن الأمر متعلق بحريق أو تماس كهربائي. قالوا العافية العافية تريسي الضوء شعلت العافية، عاد الشيء كيدفع شيء. دوك اللي في الباب سدوا على الناس الباب، سدوا الباب وتزيروا الناس في الباب واحد عاد شي فوكش. جاونا 10 الحالات، جوج يسو اغيفي دي سيدي. حاله وحده اللي كانت حاله حرجه دخلت للسيرفيس دي شوكاج، دابا راه في تنفس اصطناعي وغيبوبه اصطناعيه. الحالات الاخرين يلزون بينيفيسي دان بيلون راديولوجيك، الحمد لله لو بيلون الي بيان، راهو ما في خرجوا يسون او سيرفيس دي زيرجونس. وصباح اليوم عاد الهدوء للمكان، لكن كل من سمع الخبر يقصد المدرسة للاستفسار والمطالبة بتكثيف إجراءات السلامة خلال أداء صلاة التراويح في هذا الشهر الكريم.